تحدي مختلف ومسابقات مختلفه جدا من على ارض مدينه العالمين. تعالوا نشوف مسابقه النهارده فيها ايه. مسابقه اسرع واحد من على ارض الملعب في المنطقه الترفيهيه بمدينه العالمين. يلا نشوف الاجواء، يلا بينا. وسط اجواء مختلفه من الروح التنافسيه والمسابقات المتنوعه هنا من منطقة الألعاب بمدينة العالمين، حيث التنوع في الأنشطة الرياضية التي تنمي الروح الرياضية هو عنوان مهرجان العالمين في دورته الثانية. الأجواء هنا ما شاء الله حلوة جدا، خصوصا في العالمين حاجة يعني فوق الخيال، في البحر والملعب والرياضة يعني انبساط ويعني حياة. الصراحة فكرة جديدة قوي ان يبقى في ملعب على الكرة على البحر، اصلا دي حاجة جديدة عمرها ما حصلت، فدي الصراحة فكرة هايلة يعني في مهرجان العالمين. مسابقة أسرع لاعب يشارك بها كل الجمهور مع المدربين متخصصين للفوز بأسرع لاعب من بين كل اللاعبين، حيث يتم التحكيم بينهما في هذه المسابقة ويتم حصد الجوائز ولقب أسرع لاعب. وهنا نتحدث تحديدا عن كرة القدم، ودي كانت أجواء حماسية جدا واستثنائية من نوعها من على أرض الملعب في لعبة أسرع لعيب. ندى سرور، إكسترا نيوز.